أبدأ بكم دكتور محمد نشطاوي، أرحب بك وأريد أن أسأل في البداية، هل يشكل هذا المؤتمر مؤتمر باريس حول ليبيا أملا حقيقيا وجديا في حلحلة القضايا الخلافية العالقة لحد الآن؟ صباح النور أستاذ محمد، صباح النور الأساتذة الأجلاء والمشاهدين الكرام. بالفعل فالأزمة الليبية والتي مر عليها لحد الآن عقد من الزمن لا زالت تراوح مكانها فيما يتعلق بعدد من الإجراءات، خصوصا وأنه كما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل، والتفاصيل التي تستدعي مؤتمرا آخر تتمثل في الخلافات المستمرة بين مختلف الأجهزة، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وكذلك حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جانب آخر، وبالتالي فلا زالت هناك مشاكل مرتبطة بضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا، ضرورة العمل على وقف إطلاق النار وتثبيته، العمل على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل. كل هذه المشاكل لا زالت هناك خلافات بصددها بين من يؤيد إجراء الانتخابات في وقتها، بين من يؤيد العمل على تمديد فترة اشتغال الحكومة الانتقالية. لا زالت أطراف دولية وإقليمية لها قوات أو مرتزقة مثل مرتزقة فاغنر الروسية، قوات تركية، قوات سودانية ونيجيرية وكذلك تشادية، وبالتالي فتدخل هذه الأطراف الإقليمية والدولية هو الذي يصعب من إمكانية إيجاد حل، وبالتالي كل هذه التفاهمات لا يمكن أن تتم إلا متى حصل كل طرف على كعكة أو نصيب من كعكة ليبيا، سواء في إعادة الإعمار، سواء فيما يتعلق بالحصول على مركز متقدم في الأراضي الليبية. كل هذا يبين إلى أي حد هناك خلل في إمكانية إيجاد حل للأزمة الليبية. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد نشطاوي.